لما نحكي عن مهرجان سينما، هذا أول شيء بيخطر على بالنا: سجادة حمراء، فساتين ونجوم وأفلام. لكن مهرجان السينما أكتر من هيك بكتير. تابعونا بحلقة جديدة من بوستر. عنا بالعالم العربي في مهرجانات سينما كتيرة، أشهرها القاهرة وقرطاج ومراكش، وأحدثها مهرجان الجونة السينمائي. لكن بداية، شو يعني مهرجان سينما؟ باختصار، هو منصة لعرض الأفلام أمام جمهور ونقاد، تقام على هامشه أيضاً نقاشات وورش عمل ومراجعات فنية، يمكن تنتج عنها أيضاً صفقات لمشاريع مستقبلية أكبر. ثانياً، لماذا تقام مهرجانات السينما؟ ما رح نحكي من منظور المخرجين، لأن كلنا بنعرف الأسباب اللي بتدفع أي مخرج لحضور أي مهرجان سينمائي، لكن بالنسبة للجمهور الأسباب مختلفة. مشاهدة الأفلام التي لا تعرض إلا في المهرجانات، وخصوصاً الأفلام العربية المستقلة، لأنه للأسف سوقها عنا عربياً ضعيف، وبالتالي فهي لا تعرض تجارياً. تجربة أنواع جديدة من العروض السينمائية مثل السينما الموسيقية وسينما الواقع الافتراضي. الجوائز، لأنه مين منا ما بيحب يعرف مين الفائز بأي مسابقة أو أي جائزة. وفي ذيل القائمة، أو كما أتمنى أنه يصير، الفساتين والسجاد الحمراء والنجوم وما إلى ذلك. إذا كان عندكم أي أسباب أخرى بتدفعكم لحضور أي مهرجان سينمائي، شاركونا فيها، ولا تنسوا متابعتنا الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بوستر.